إذا قيل لنا أن نصف قطر كرة ما، يمكن أن يقاس باستخدام الصيغة R تساوي الجذر التكعيبي لثلاثة ضرب V على أربعة باي، حيث V تعبر عن الحجم. هذا مثل الاهتمام في الوضع الطبيعي تفسر فوليوم على أنه وظيفة نصف القطر، أما هنا فلدينا نصف القطر سيقوم بوظيفة الحجم. فإذا كان نصف قطر الكرة يساوي 6 إنشات، لقد أعطينا نصف القطر وهو 6 إنشات، إنه موجود هنا، فما حجمها؟ إذا لدينا 6 إنشات، كل شيء بوحدة الإنش تساوي الجذر التكعيبي لثلاثة ضرب الحجم، هذا ما علينا إيجاده مقسوما على أربعة باي. والطريقة الجيدة للتخلص من الجذر التكعيبي هذا تكون من خلال أخذ الجذر التكعيبي لكلا الطرفين، أو أن نرفع طرفي المعادلة للقوة الثالثة لنرى ست إنشات نرفعها للقوة الثالثة. لدينا الجذر التكعيبي لثلاثة في على أربعة باي نرفعه للقوة الثالثة، فماذا يصبح الجانب الأيسر من هذه المعادلة؟ ستة ضرب ستة يساوي ست وثلاثون، ست وثلاثون ضرب ستة يساوي 216، إذا لدينا 216، ولدينا هنا ست إنشات، ربما أننا نقوم بتكعيبها فتصبح 216 إنش مكعب يساوي، إذا أخذنا 3 في على 4 باي الجذر التكعيبي عبارة عن رفع العدد للقوة الثلث، ثم نرفع هذه القوة الثالثة، أن الواحد هنا لديه يصبح لدي 3 في على 4 باي. الآن لنقوم بإيجاد الحجم، يمكننا أن نضرب طرفي المعادلة بمعكوس معاملها. إذن هنا أي 4 باي على 3، دعوني أنتقل لليسار، 4 باي على 3، دعوني أتأكد من أنه بإمكانكم رؤية ما أكتب، وسبب أنني قمت بالضرب ب 4 باي على 3 هو أنها تحذف مع 3 على 4 باي، ولدينا هذه وهذه تلغيان بعضهما، نحذف 3 مع 3، فيكون الحجم عبارة عن V يساوي، يمكن أن نكتبها بهذه الصورة، 216 ضرب 4 باي على 3، ويمكننا تبسيط هذا 216، الأرقام يمكن إضافتها إلى 2 زائد 1 زائد 6 يساوي 9، إذن يقبل القسمة على 3، إنها طريقة سريعة لاختبار قابلية القسمة على 3. دعونا نرى الناتج، 216 تقسيم 3، 21 تقسيم 3 يساوي 7، 7 ضرب 3 يساوي 21، ننزل 6 ولا يوجد باقي، إذن ننزل 6، 6 تقسيم 3 يساوي 2، 2 ضرب 3 يساوي 6 بلا باقي، إذن 72، إذن 216 تقسيم 3 يساوي 72، إذن الحجم يساوي 72 ضرب 4 باي، وسيكون بوحدة الإنش المكعب، إذن 72 ضرب 4، 4 ضرب 70 يساوي 280، ومن ثم لدينا 4 ضرب 2 يساوي 8، إذن الحجم يساوي 288 باي، وهذا هو الحجم، وانتهينا.